السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وسعادة. ليه الأخطاء الكبيرة قوي اللي بتحصل دي مع التطعيمات؟ التطعيم ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن مادة غريبة عن الجسم. الجسم بياخدها علشان خاطر يكون أجسام مضادة أو خلايا مناعية بحيث إنها تساعد الجسم على مقاومة الميكروب الطبيعي. خلاص؟ يعني فكرة التطعيم هي إيه؟ إن أنا بجيب مادة غريبة عن جسمنا، والمادة دي بتحفز الجهاز المناعي للطفل، خلاص، علشان يكون خلايا مناعية أو أجسام مضادة. خلاص؟ طيب، علشان إيه؟ علشان خاطر البكتيريا أو الفيروس لو دخل جسم الطفل فيما بعد كده الجسم يكون يقابله الإيه؟ الخلايا المناعية دي أو الأجسام المضادة دي، فتحمي الطفل من تأثير الميكروب ده، طبعا سواء كان بكتيريا او فيروس. طيب، في حاجات كتير بقى بتحصل اثناء التطعيمات دي. بمعنى اول حاجة، ان ليه ندي الطفل خافض حرارة قبل التطعيم؟ ملوش لازمة، خطأ كبير. يبقى ممنوع ان انا ادي الطفل بتاعي اي خافض حرارة قبل التطعيم. خلاص، ده واحد. الحاجة التانية، طبيعي جدا ان انا بعد ما الطفل بتاعي ياخد التطعيم ان حرارته ترتفع. ده طبيعي. ليه؟ لان خلاص ان في تفاعل بقى هنا، في مقاومه بين الجسم بتاعنا وبين الماده اللي اتحقنت دي، خلاص، علشان خاطر يتكون اجسام مضاده وخلايا مناعيه. يعني اذا الحراره ده دلاله ان خلاص حصل تفاعل. طيب، انا اسيب طفلي مولع نار يعني ولا اعمل ايه؟ لا، احنا هنعمل ندي خفض حراره عادي، مش اي مشكله بالنسبه لنا، بس بعد حدوث السخونيه، يعني بعد التطعيم مش قبل. طب هندي ايه؟ طبعا الحاجة الأمان بالنسبة لنا كلنا هي الستال، اللي هي مادة الباراسيتامول. بندي لو هندي بالقطرة بندي نقطة إلى نقطتين لكل كيلو. خلاص، بندي كل 6 ساعات أو كل 8 ساعات على حسب السخونية اللي موجودة مع الطفل بتاعي. طيب، أعمل إيه كمان؟ إن أنا أعمل كمادات مية دافية على المكان بتاع الإيه؟ بتاع الإيه؟ كمادات مية دافية طبعا عشان أقلل الإيه؟ الارتفاع درجة الحرارة دي. خلاص، ممكن كمان اعمل كمالات على مكان الحقنه، مفيش اي مشكله ومش بتقلل من فعاليتها. طيب، الحاجه الثانيه، انا ابني دلوقتي تعبان عنده مشكله، خلاص، وبياخد علاج. خلاص، ليه حبكت ان انا اطعم في التوقيت ده؟ لا، استنى لما ابني يتحسن ووضعه العام يبقى كويس، خلاص، وابدا اروح اطعمه. علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر احقق اقصى استفاده من التطعيم. خلاص، مش يكون جهاز المناعي بتاعي مشغول بالعدوى اللي موجود عند طفلي ده. خلاص بقى، انا استنى لما صحه الطفل تكون كويسه وابدا اروح اطعمه. خلاص، طيب، دي حاجه. الحاجه الثانيه، المضاد الحيوي ملوش علاقه بالتطعيم. يعني انا دلوقتي الدكتور بتاعي كاشف على طفلي واصف للطفل بتاعي ده مضاد حيوي علشان خاطر عنده مشكله معينه، وانت رحت طعمته. خلاص، ملوش علاقة التطعيم بالمضاد، عادي ممكن الطفل ياخد المضاد ويطعم عادي، مفيش أي مشكلة بالنسبة له. خلاص؟ أهم حاجة بالنسبة لي مفيش حاجة اسمها إن أنا أدي الطفل خافض قبل ما أروح أطعمه، ملوش لازم. خلاص؟ حاجة تانية بتحصل مع تطعيم الدرن، إن أنا بلاحظ إن مع تطعيم الدرن بنلاحظ إن في حاجة كده عاملة زي الخراج حاصلة في كتف الطفل، محدش يلمسها، حاجة طبيعية وتفاعل طبيعي بين رد فعل طبيعي من الجسم بتاع ايه؟ رد فعل طبيعي من الجسم اتجاه التطعيم ده، دي حاجة طبيعية وده دلالة إن التطعيم شغال كويس، مفيش أي مشكلة بالنسبة لي. خلاص يا جماعة؟ بلاش شريحة الأخطاء البسيطة دي علشان خاطر طفلنا يستفاد أقصى استفادة من التطعيم. خلاص؟ دمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.